حاجة مدهشة. اهو دلوقتي هسلمها. و بيتر عامل ايه يا ابني؟ رابي اهلا. انا عارف ان دي مفاجاه، بس عايز ابلغك اني لسه باعت صوره لمسابقتك المفتوحه. جميل، اكيد ممكن تنفعنا. لازم ادخل اجتماع، بس لو لقيت قلب نيويورك النابض في اي مكان تاني ابعت لي على طول. مبسوط انك اتكلمت. وانا يا رابي، شكرا. دايما بضحك في اول مقابلة. وانا كمان، بس حاسه بكده. اوه هايل، انا كنت خايف قوي لما اقول لك اني مهتم بالخياطه. مستغربه مين؟ لا انا بحب الخياطه. ثواني استنى، هو في حد بيبص علينا؟ دي حاجه غريبه. ركزي عليا. ايوه هو ده. دول بيتعرضوا للهجوم، لازم اتحرك. شايف المرتفعات؟ تعالى يلا نبص كده. انتهيت يا سبايدر مان. يا ريت ما تتضايقوش من تدخلي. وريني شبكتك يا سبايدر مان. خلص عليهم يا سبايدي. أرجوك اوعى تسيبني. ما تقلقش، هاخدك لعربية الإسعاف على طول. يا خبر، شكرا ليك. قربنا نوصل. بحب اخرج من المدينة من باب التدريب. ويلا بينا، سيبوا الموضوع ده للمحترفين. متشكر يا سبايدر مان. في الاخر هرجع يعني، بس صعب فعلا قررنا. Thank you.
اهلا ام جي. انا رايحه لبيتك علشان اودي حاجه. هو الباب اللي ورا مفتوح؟ مش عارف، انا خرجت بسرعه الصبح، هنتقابل هناك. تمام حلو، ارجع انت ومايلز على المدرسه. ايوه ايوه، اول يوم ليك ما حصلش حاجه، اتمنى بكره يكون اهدى. انا متاكد من كده، نتقابل بعدين. ايه الاوحش من انك تطرد؟ انك تقول لصاحبتك انك اتطردت. كانت فظيعة، ساند مان بهدل الدنيا. بدأت تبقي متمكنة منه. ده لايق على المدينة، بس مش مقتنعة إني أسوق عجل. أقنعتيني. المشكلة؟ أنا اترفدت. كنت متحمس للوظيفة دي قوي. عارف، خططت للفصل الدراسي كله، كنا هنعمل هليكوبتر بتشتغل بطاقة البطاطس. أنا أسفة جدا، جايز أنا كمان أبقى عطلة زيك كده بالظبط. جونا بدأ يرفض الناس؟ حاجة زي كده، كأنه بدأ نظام الجدارة الراديكالي. ده معناه إيه أصلا؟ ده معناه إن اللي مش هيكتب قصة للصفحة الأولى الأسبوع الجاي هيطرد. طيب كده أحسن لك، عشان أنتي أحسن مراسلة عندهم. إيه اللي معاكي؟ كتب سمكاريا ما تبعتش، مفيش مكان في بيتي. بس تقييماتك عالية. أنا بعت 14 نسخة، محدش عايز يقرأ عن سمكاريا. البيوجل هو أكبر منفذ في المدينة، أنا ممكن أعمل فرق، لكن لو اترفضت مش عارفة هعمل إيه. هو أنت أصلاً محتاجة البيوجل عشان تعملي اللي أنت عايزاه؟ أنا حاولت أعمل فرق برا الشغل و 14 نسخة. أنا محتاجة أعمل فرق من جوه. ما لقيتش وقت أنظف. الأوضة اللي ورا؟ أيوه. أنا هرتب البيت شوية. ماي رهنت البيت عشان فيست تقف على رجليها، وأنا اللي غرقت. كان نفسي ألعب اللعبة دي، بس لازم ألاقي وقت الأول. خسارة إن حوار التدريب ده منجحش، تفتكر إيه العمل؟ مش عارف بصراحة، أنا كان نفسي أرتاح شوية، بس ما عنديش الرفاهية دي. إيه رأيك في بيع البيت؟ مش هقدر، قصدي أقدر بس مش هينفع. لو محتاج وقت أقدر أتصرف في الرهن العقاري. لا، ما أقدرش أسيبك تعملي كده، كمان قلت إن جونا هيظبط الدنيا. أنا مش هسيبه أبداً يرفدني، أنا عارفة أنت بتحب البيت ده قد إيه. هنشوف حل سوا. أنا ما استحقكيش. ها، طيب فكرتي تاني تعيشي معايا؟ اتكلمنا عن الموضوع ده، أنا لازم أبقى قريبة من الأحداث في المدينة.
فكري بس ان كل يوم هيبقى فيه عشاء رومانسي. امتى اخر مره تعشيت فيها في البيت؟ وجهة نظر. هو ايه ده؟ هي دي حاجات ماي؟ ايوه محتاجه اتبرع بيها بس لسه مش دلوقتي. بتبصي على ايه؟ شويه صور كيوت قوي ليك. ما شفتش الحاجات دي من زمان قوي. الصورة دي كانت في اوضه النوم. هو كان ايه سبب الصورة دي؟ التوازن. معناه ايه ده؟ يا ترى لسه هناك؟ لما اروح اشوف. ايه بقى قولي لقيت ايه؟ انا هفضل اتفرج على الصور اللي انت عمرك ما وريتها لي ابدا. عسول قوي. ما تقلقيش يا ماي، انا هحافظ كويس على وصفة الكيك بتاعتك. هي الفاتحة دي كانت فين؟ سبايدر مان، يا ترى خطر ولا مستهتر؟ تليفوناتنا مفتوحة. مستهتر؟ ده أكيد عيل مستهتر كبير. عايز أقول حاجة اللي مسكينه بطل خارق. هو ولا بطل ولا أي خارق. يبقى إيه اللي فاضل بقى؟ مصاب؟ يدور على الاهتمام؟ كل ده أي كلام. هو كان إيه ده؟ كان إيه إيه؟ بيتر. أنا افتكرت إني سمعت فار في الحيطة. هي إيه المشكلة؟ مفيش. أنا بس لما كنت في سنك كنت رئيسة نادي المناقشة وكابتن فريق الكورة وعازفة الكمان التانية في الأوركسترا. كل سنة كنت ببقى عايزة أحقق إنجاز جديد، بس لما حاولت أبقى طالبة مثالية أكتر انهارت، وبدل ما أبقى كويسة في كام حاجة فشلت في كل حاجة، قللت مجهودي. التوازن هو أسلوب ومش هدف. لسه شغالة على ده. ممكن؟ يلا اتفضل. يمكن ماي كان عندها حق، مش هتحمل فوق طاقتي. لازم اتخلى عن حاجه. هروح اطمن على ام جي. فعلا الزعل ساعات بيخليك متلخبط. لسه ريحة ماي موجودة. حاسس
حاسس ان المكان محتاج شويه شموع. الناس بتحط شموع في الحمامات مش كده؟ وصلتني معلومه، سجن رافت هينقل 2 مساجين لريفن كرافت بكره. عرفتي مين؟ لا بس ناوي اعرف. ام جي ما عنديش الاذن اني احضن ام جي لسه. اسفه. هاري وحشتني. انت كمان وحشتني. سمعت عن موضوع ماي انا اسف جدا. وايه اخبار اوروبا؟ انا اسف بجد، كنت بتعالج في عزله هنا في المدينه وما كنتش عايزك تقلق عليا. نفس مرض والدتك؟ ده كان في الماضي بس متهيأ لنا انه استقر. هاري انا مش مصدق شكلك هايل. انا كويس جدا. لازم اروح الشغل. نتغدى بكره جزيره كوني نفتكر الماضي. اتفقنا. دي جديدة. دي مهارة جديدة اتعلمتها واحنا في سمكاريا. اسف ان انا جيت من غير ما اقول. ايه؟ لا انت بتهزر. تحب تدخل؟ الصراحة كنت اتمنى يكون عندك وقت تيجي معايا. اكيد. مش مصدق ان العربية الاقتصادية لسه شغالة. كنت بفكر نتفسح زي ما كنا بنعمل. هي دي عجلتي القديمة؟ لا انا لقيتها على النت بس شبهها صح؟ ياه ايوه دي حتى عليها نفس الاستيكرز وكل حاجة. متأكد انها مش عجلتي؟ جاهز؟ ايوه. هنروح فين؟ هتشوف. يلا حاول تلحقني. متأكد انك جاهز؟ ايوه انا كويس. كنت بأمن نفسي بالعصايه لكن انا مش محتاجها. طاقتك اكتر مني صح؟ ها قول لي كل حاجه. هو ايه اللي شغلك؟ انا مجرد مدرس بديل معرض للطرد، وكمان انا بدرس لطالب في الثانويه بس هو مميز. طالب محظوظ، عديت من كرسي التفاضل بمساعدتك. أنا قريت عن مديرك القديم دكتور أوكتيفيوس. حوار شكله مرعب. تقدر تقول كده. أيوه يا ريتك كنت موجود. هاري ليه ما عرفتنيش إنك كنت عيان؟ كنت هجيلك في لحظة. ما كنتش هتحب تشوفني كده. العلاج كان فظيع، كنت عايم في خزان مليان مادة تعافي وده سبب لي كوابيس وحشة. خزان؟ يا خبر. لا حاجة معملية، ده جنون. آسف بجد يا هاري. لحظة، وصلنا مدرسة ميد تاون؟ إحنا كنا جايين هنا بجد؟ ما أقدرش أأكد ولا أنفي. هنا تعالوا. المكان ده لسه زي ما هو بالظبط من 10 سنين فاتوا. شكرا. يلا ليه جبتنا هنا؟ كنا بنكره المدرسة الثانوي. انت فاكر لما فلاش واصحابه حصروني وكسروا اللابتوب بتاعي؟ خسرنا البرزنتيشن لمسابقة رواد أعمال الشباب، اشتغلنا عليها شهور وكان اجتماع الولاية تاني يوم. معايا نسخة احتياطي على فلاشة بس كانت في خزنتك. كلمنا المدرسة وترجيناهم يدخلونا بس هم رفضوا، كانت المدرسة قفلت. كنا فقدنا الأمل، فضلنا نمشي حوالين المدرسة وبنجرب كل الأبواب لحد ما وصلنا للباب ده. اللي انت فتحنا بقوة ساعتها. يلا مفيش حد هنا. يلا متأكد إن الفلاشة فوق في الدولاب؟ متأكد. إيه؟ قلت إنك متأكد. كنت.
قصدي متأكد. انت بتسأل ليه دلوقتي؟ معرفش، انا توترت. ثواني، دارك الحارس بيعمل ايه هنا يوم الجمعة؟ بيتابع الماتش. ورينا مهارة افضل لاعب مستجد في الشهر، هتبقى في الفريق ده للأبد. يلا نعدي بسرعة. استنى، هيشوفنا الولد ده جامد جدا، هنشوفه بيتألق كتير. المشجعين بيضغطوا على الفريق عشان يقدموا احسن اداء على ارضهم. نشن على حاجه صوتها عالي وبيرتقوا المستوى. علبه؟ لا، هتبوظ الدنيا. ايوه، ها ده كان بجد لعب دفاعي هايل. ودلوقتي وهنستعد للرمي للقاعده باتنين بره، واخر لعب ادي ان وقفك يا فلاش. هايل، يلا كمان. ليه بنتسحب زي المجرمين؟ انا كده بقيت مجرم خلاص. نسيت اقولك اني وريت عرضنا لماما وعجبها جدا. اعترضت على حاجه واحده بس، الاسم. قالت لازم نسميه عالجوا العالم. ده بجد اسم عبقري فعلا. اول ما نطلع فوق هنلاقي دولابك هناك، صح؟ حسن، هو شافنا؟ لا ما اظنش. هنتفرق، نتقابل عند الجيم. ثانيه، مين هنا؟ احنا في مشكله، حد يساعدني. لا مفيش تاني. فينك يا غبي يا صغير؟ في حد هنا بيعمل مقلب؟ ها؟ أنا محتاج أملى قاذفات شباكي. ثانية، متهيألي معايا سائل الشبكة في معمل الصور. كل التعب ده جديد عليا. الطريق سالك، يلا نتحرك. ده كان ايه؟ اوف. اتمنى فعلا لو قدرت احفظ المشروع ده على النت. ده اكيد كان ولد، مش هيبقى مثلا شبح ميد تاون. فتحات الدهوية، أقرب صاحب للعنكبوت. تمام، هو أنا سبت حاجات سائل شبكتي فين؟ لازم أدي جاذبية البطل حقها هنا. صادفت أم جي بعدها على طول، ما كنتش عارف أقول إزيك ولا أهلاً، فقلت زهلاً. أنا وهاري طلعنا سلم مصدي عمره 100 سنة عشان اللقطة دي. تستحق طبعاً. متأكد إني سبتها في مكان ما هنا. أها، لقيتها. يا خبر. ماشي، دلوقتي بقى نخلط صح. اهلا يا صاحبي. لازم ادور على طريقه
ازود بيها ساعة الحاجات دي عشان ما تخلصش مني. دلوقتي هروح اشوف هاري في الجيم. الجيم موجود بعد المروحة دي، لازم اعديها. شنطة ظهر قديمة؟ نسيت اني حطيتها هنا. لازم ابدأ ادور على الحاجات دي. انا مش قادر اهرب من الراجل ده، لازم اشتته عشان اعرف اخرج من هنا. وده ايه ده؟ انا هحاول اهرب. أكيد هاري وصل الجيم، أنا لازم أنجز. الحارس ريك، لازم ابعده عن الباب ده. اسف على البهدله دي يا ريك. طيب دلوقتي محدش يقول لي بقى ان مفيش شبح. مش عفريت، ده مجرد عنكبوت. جدع قلت مسكوك. لازم نجيب الفلاشة ونخرج من هنا. يلا نعدي من الجيم. افتكرت كل حاجة، ده كان جنان. المكان لسه زي ما هو، ما عدا ان مفيش حارس ورانا، وده بيدينا وقت نلعب شوية. متأكد انك جاهز؟ السؤال هو انت اللي جاهز؟ خلينا نشوف يا عم الجامد. تفتكر الحارس اللي هنا راح فين؟ جايز لسه في الجناح الشرقي. يلا نخرج الفلاشة من الخزنة ونخرج من هنا. لازم نندم فلاش انه بوظ اللابتوب بتاعك. انسى ده، ما ينفعش ينفد بيها. ده كابتن فريق الكورة
وأنا مغني احتياطي في نادي الكرة أكيد هيعدي منه. أحسن انتقام إننا نكسب منافسة بكرة. أخيرا. بسرعة انزل تحت الترابيزة. لازم نرجعه للأسانسير. أنا دورت في الدور ده 3 مرات. دي مطاردة غبية أوي. حد هناك، اللي بيحصل؟ اهو راح. ياه محظوظين باللي حصل. ايوه بقى بسرعه هات الفلاشه ويلا بينا. أنا هو إزاي؟ يلا خده. يا خبر مين هنا؟ حلو قوي الكلام ده. والشخص ده مشارك برضو؟ لا اهرب. انتوا هيتقبض علينا يا عم. ما قبضش علينا. مش هو ده حنين الماضي اللي بيعجبني؟ انت لسه معاك الفلاشه؟ ايوه. لازم نخرج من الابواب دي، احنا قربنا. ادعوا احنا الشرطه. بلغت الشرطه، انتوا في مشكله دلوقتي. يلا بس حطلهم بس لدقيقه. انا جاتلي فكره. المفروض اعمل ايه؟ اوعى يمسكوك. استنى انا عمال انسى. الشرطه اتحركوا. يلا. اهلا، انت اللي بلغت؟ ايوه هما في حته هنا. تمام، انتوا الاثنين انتشروا لغايه ما ناخد اقوالهم. لازم اخلي الحارس لوحده عشان ياخد الفلاش ميموري. موجودين في حته هنا. رجالتي بيدوروا، محتاجين اقوالكم. قول لي شفتوا ايه؟ طيب لاعب اليمين ريك، قصدي حارس المدرسه، كان بيسمع اصوات لكن زي ما انت عارف ساعات بيهزر. بيهزر يعني هاها ولا؟ هو بيحب يسبق الاحداث ومصدق ان في شبح موجود في المدرسه، بس طبعا ما فيش اشباح، دول عيال بيلعبوا. عيال كتير؟ مش متأكد بصراحة، بس شاكك إن شفت إيه بالظبط. طيب أنت شفتهم فعلاً ولا إيه؟ مش متأكد بس سمعتهم. وتأكدت منين إنهم كتير؟ مش المفروض تضيع. ده كان إيه؟ شوفي كده، في حاجات بتفرقع ساعات من غير سبب. وادي واحد. يلا يا ابني انت وهو، عارفين انكوا جوه. واو حلو، فاضل لي دلوقتي بس ان اشتت اخر واحد.
تتحركش، تجعلك بقى لوحده. دلوقتي جه وقت حاجة بسميها النشل بالشقلوب. العيال دول عاملين مقالب كأنه مناسب للعالم. ده هيساعدني إن أبقى فوقه بالظبط. جيري مستنياني وجايزة الاقي فشار والشيء اللي بحبه. بس لا، أنا مضطرب. ده كان إيه؟ المفروض بقى أخرج إزاي دلوقتي؟ تمام؟ لازم نستخبى. دول مش البوليس، ده بابا. بابا قلت لك هتصل لما ارجع. دي مامتك. ايه اللي حصل بيتر؟ ممكن تسيبنا شويه؟ هاري، هو ايه ده؟ كنا هنفوز بمسابقة الولاية لو قدمنا العرض. حاجات اتغيرت في العشر سنين دي. معجزة اني لسه موجود هنا. جات لي فرصة تانية وناوي اني استغلها. محتاجك معايا يا بيت. ياه، صعب أستوعب ده كله. عدي على المختبر بكرة، بص عليه. عندك مختبر؟ هفرجك على أفكاري وهنتكلم عنها أكتر. اتفقنا؟ أكيد. بيت، إحنا هنعالج العالم. يبقى مش ده اللي عايزينه. علم، مستنيين الأوامر يا فندم. استعدوا لعملية النقل بكرة وما تفشلوش تاني. اسمي هو مايلز موراليس، وأنا حتى زهقان حالياً. يا مايلز، مشغول؟ محتاجك؟ أياً كان أنا معاك. مساعدة في مهمة مرافقة فراغ. مهمة ممتعة، فهمني في الطريق. أه.
أرجوك ما تبصليش كده يا بابا، أنا بس باخد استراحة. أهلا يا ابني، إيه أخبار المقال؟ أهي ماشية، أنا خارج دلوقتي، بيت كلمني عشان محتاجني. هيبقى أحسن إني ما أعرفش التفاصيل. أنا هبقى كويس يا ماما. ثانية واحدة، أنت الفترة الأخيرة كنت بتشتغل لوقت متأخر، عشان كده أنا كمان اشتغلت لوقت متأخر. ما كنتش بشتغل. ما تبص ليش كده، أنا مش عاملة مصيبة، أنا كنت بس كنت بخرج مع حد، بصراحة معاد. تمام. وفي راجل لطيف كنت قابلته كذا مرة، الموضوع ماشي كويس. ماما انت عايزة ايه؟ كنت عايزة اعزمه على فطيرة. انا متأكد اني هبقى مشغول في مهمات عنكبوتية، هديكي شوية خصوصية. لا انا عايزاه يتعرف عليك وانت كمان تتعرف عليه، بس لو انت مش مرتاح انا اكيد هبقى فاهمة. ماما اقنعتيني لما قلت فطيرة. سلام. ماشي طبعاً. أنا هروح رافت.